بالنسبة للميل في اليوم اللي تعرض على أنظار المحكمة الاجتماعية، تأخر الجلسة ديال 29/3 باش وكيل الملك يدلي بالمستنتجات ديال الطرف الآخر. الدفاع المطلوب في الدعوة دلا بثلاثة ديال المذكرات، ما كاينش فيها شي حاجة جديدة، اعتبرنا أن القضية جاهزة ومحكمة استندنا لها النظر في باقي مضامين ما تضمنته تلك المذكرات. وبطبيعة الحال مادام أن كاين خبرة جينية وكذا، النيابة العامة تبست يعني مولها باش تدلي زي المستنتجات ديالها عادي، هادشي كله في إطار القانون وفي إطار مسطرة عادية، وكنتمناو أن هذا الملف ينتهي حد هنا. أنا ما غاديش نجاوب على هذا السؤال باش ما ندليش باش ما نأثرش فيه على القضاء، وأنا تنبغي نحيلك على الاجتهادات القضائية ديال محكمة النقد وهاد المحكمة كذلك والمحاكم ديال المملكة والاجتهاد القضائي في فرنسا. احنا دائما تنحضروا، عمرنا ما حضرناش، احنا انسحبنا احتجاجا على انه كان خروقات وكان عدم احترام الدفاع، ولكن بالفضل ديال التدخل الساده النقباء الاستاذ النقيب الطاهر موفق مشكور والاستاذ النقيب عبد الاله عدنان، وامتثالا لطلبهما ومن اجل اداء رسالتنا على احسن وجه واحتراما لمؤسسه النقيب، احنا غنحضروا وغادي نكملوا هذا الملف في اطار القانون في اطار حقوق الدفاع.